دكتور؟ يعني أكيد المباراة النهاردة كان فيها إثارة في أدائها، وكان في تباين في الأداء ما بين أداء النجم والأهلي. في فترات النجم كان أفضل، في فترات الأهلي كان عنده فرص طبعا واضحة جدا لكن ما كانش فيها توفيق. يمكن النجم كان موفق أكتر مننا النهاردة في الفرص أو في الأخطاء اللي حصلت، فبالتالي كان فيها توفيق بالنسبة له. يعني جات أهداف إحنا ما كناش موفقين، برغم إن جات لنا برضه فرص. ويمكن الهدف الأولاني شفنا، يعني إحنا بنتكلم عن فير بلاي وكده، لكن أنا قلت لعيبتي تصرف ما فيهوش خبرة، لأن حتى ما أنت لاعب منك لابد حتى ما تطلع الكورة، وانتظروا برضه إن الكورة تتلعب لهم تاني. لكن هذه كرة القدم ساعات بيبقى فيها أخطاء، لابد التعامل مع كل حاجة، يعني يبقى التركيز في كل حاجة، وبالذات في المباريات الكبيرة ما بتسيبش حاجة للصدفة يعني. فده هو الخطأ من لعيبتي. الهدف الأولاني إنهم اعتقدوا إن هم طلعوا الكورة ففرقة النجم هتديها لهم. هو المفروض يعني في فير بلاي، لكن أنا لومت لعيبتي يعني، لأن المباراة دي بيبقى وارد فيها الكلام دوت. في نفس الوقت هدرنا فرصة الشوط الأولاني سهلة جدا، وبرضه كان في الكورة الثانية اللي في آخر المباراة ما كانش فيها توفيق. لكن النتيجة لسه زي ما قلت، أنا قلت في المؤتمر قبل ما تتلعب المباراة إن نتيجة العودة أو مباراة العودة هي اللي هتحسم إن شاء الله النتيجة، وإن شاء الله نبقى موفقين هناك بإذن الله. لكن المباراة مش هتكون سهلة، لكن إن شاء الله هنكون موفقين بإذن الله، لأن التوفيق غاب عننا النهاردة برضه. فانا بقول في الاجمال هي مباراتين بتليق باسم الناديين يعني كان فيها اثاره طبعا بحجم الاهلي وبحجم فرقه النجم. اتفضلوا بقى الاسئله. اتفضل. انا مش هنظم الاسئله لو سمحت حد، عشان محدش يزعل مني يعني. ممكن اخد زي ما انت عاوزين. يعني هي نتيجه معطيه. فنم. نتيجه معطيه. لا انا عم بخسر، ما ببقاش تعودت ان انا ما ببقاش يعني راضي يعني. لكن هي النتيجه طبعا احنا وفقنا ان جبنا هدف بيساعدنا بشكل كبير جدا، لكن مش بشكل حاسم. لكن تملم المدرب بيخسر. لا كان نفسي اكسب النهارده يعني. السؤال الثاني اتفضل. كابتن حسام خالد عشبي معلق رياضي، النهارده حضرتك نتيجه الى حد كبير مضمونين لكبير الكره المصريه، واعتقد انصاف الفرص المريحه خاصه فرصة أزارو اللي هو ممكن فعلا تغير نتيجة المباراة تماما. بالإضافة إلى ذلك التركيز اللي اتعمل في التمرين مع التركيز الطويل ده، أعتقد المباراة اللي جاية أو السنية في اسكندرية إن شاء الله حضرتك مطمئن نتيجة جدا جدا نقدر نطمن الجمهور إن شاء الله. يعني ان شاء الله نبقى موفقين، لكن مفيش حاجه اسمها في كره القدم مطمئنين. لازم ان شاء الله نستعد بشكل كويس، عندنا فرصه كبيره ان شاء الله. الهدف كان مهم جدا برضه بالنسبه لنا، وكنت اتمنى ان ما يجيش اهداف تاني بعد الهدف اللي احنا جبناه، لكن الهدف هيساعدنا. واتمنى ان شاء الله ان احنا نخدم نفسنا ونستغل النتيجه دي بكل صالحنا. لكن مش عاوز اقول النتيجه مطمئنه قوي، لا مش مطمئنة قوي، لازم نشتغل ان شاء الله. ولا مطمئنة لينا ولا مطمئنة للنجم خالص يعني. اتفضل. حسام عايزين نطمن على عبد الله السعيد طبعا في اخر المباراة، هل احمد فتحي ايامه للمباراة القادمة هيبقى يمكن يجيب معاه من حضرتك بالنسبة للفريق؟ لا بالنسبة لعبد الله لسه ما تحددش اصابته يعني الاصابة ما تحددش، لكن هي جاله شد في العضلة الخلفية هيتحدد، لكن لسه طبعا تبقى ثلاث اسابيع عن المباراة. نتمنى طبعا ان عنده برضه منتخب، يعني المنتخب برضه عنده مباراه مهمه جدا بالنسبه لعبد الله، فنتمنى ان شاء الله ان هو يلحق المنتخب ان شاء الله. اتفضل. فتحي هيغيب على المباراه اللي جايه ان شاء الله، فان شاء الله عندنا البديل ان شاء الله، لكن هنخسر لعيب مهم طبعا. اتفضل. كوتش حصل لعيبه فكره بالتنسيق، قمت بالتغييرات مقارنه بالمقابله الاخيره قصه التراجع التونسي فنيا على مستوى التشكيله وعلى مستوى الرسم التكتيكي، هل يعني كانت التغييرات هي كل مباراه وليها ظروفها طبعا، يعني كل مباراه وليها ظروفها. تراجع لعبت الفكري لان كنت متعادل، والنهارده ابتديت بفكر تاني، لكن اتعاملت مع المباراه برضه يعني. التغييرات الاهم اللي كانت اثناء المباراه مهمه،
لكن كان فكري النهاردة برضو ان انا ابتدي باجاي. هو ده التغيير اللي حصل على المباراة اللي فاتت من البداية عن مؤمن زكريا، لان كنت عاوز برضو اعمل كثافة عددية في العمق، واستغل برضو بعض الاخطاء اللي بتبقى موجودة في فرقة النجم. يعني تقييمك للمنافسه اليوم بدل النسائي، كما كانت اليوم ولا خمس مباريات ولا تغييرات؟ لا، انا تقييمي لفرقه النجم انها فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات كويسه طبعا، وهم قدموا مباراه كويسه النهارده. فتقييمي يعني ممكن سؤالك تقول انت قبل المباراه كنت مقيم بشكل؟ لا، احنا احترمنا النجم جدا، والنجم فريق عنده ايجابيات وعنده سلبيات، لكن فريق مميز يعني. شكرا. شكرا. يعني ده كان كلام كابتن حسام البدري في المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة. يمكن كابتن حسام كان بيتكلم ان او تصريحاته كانت بيتكلم على ان لاعبو النجم لم يلتزموا بمبدأ اللعب النظيف، وده يمكن في الهدف الاول. كابتن حسام ايضا اتكلم سنحسم الصعود لنهائي دوري ابطال في مباراة العودة هنا ان شاء الله في برج العرب.